معنا اتصال ان شاء الله ونكمل حديثنا الشيق اللي هو يعني لا ينتهي لا ينتهي الحقيقه مع حضرتك لو قعدنا حلقات وسلاسل يعني. معنا كابتن محمود الحريفه مقدم برنامج صباحك رياضه. السلام عليكم كابتن محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا ابو الكباتن، كل عام وحضرتك بخير. ربنا يبارك في حضرتك، مساء الخير عليكم طبعا، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. عيد سعيد عليك يا رب العالمين الاسلاميه. سعيد دايما بوجود قنوات الصحه وجمال قناه ظهرت مواهب كبيره جدا. اعتقد ان اي فتره بتمر بالشعب المصري بتبقى دايما فتره عظيمه على كل اهل الشعب المصري طبعا والامه الاسلاميه. دايما اقول ان القناه دي لها فضل كبير جدا على كل المذيعين. بتكتشف مواهب كبيره جدا. فطبعا زبراهيم طبعا تحياتي ليك وكل ضيوفك الكرام والشعب المصري كله، ودايما عيد سعيد على الشعب المصري كله، ويا رب دايما يبعد عنا الوباء والبلاء والبلاء يا رب العالمين، ودايما نكون في صحه جيده باستمرار. وطبعا انا مش عارف يعني اذكر مين ولا مين، لان صحه وجمال كان لها فضل كبير عليا بكل الكاست العظيم اللي كان معايا، مخرجين مصورين معدين، قناه لها فضل كبير جدا على كل الناس. شكرا كل سنه وحضرتك طيب. لكل الناس اللي بتشاهدني البرنامج وكل سنه طيبين طبعا. واحب اشكر شكر خاص جدا للاستاذ نصر من المخرجين الكبار جدا، وليه فضل كبير جدا عليا يعني في نهايه القناه يعني. طيب. انا مع حضرتك كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمود. عايزين حضرتك تكلمنا عن برنامج حضرتك بعد العيد ان شاء الله. حضرتك ايه اللي ناوي تعمله بعد العيد، وايه البرنامج هيكون شكله عامل ازاي بعد العيد، خصوصا موضوع الرياضه ده موضوع مفترض يكون اساسي في حياتنا كمسلمين. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان لبدنك عليك حق، فموضوع الرياضه ده الاسلام بيحثنا على موضوع الرياضه، وان يكون جزء من وقتنا نهتم فيه بجسمنا زي ما بنهتم بروحنا. كنا اتكلمنا في الفقره الاولى عن موضوع التوازن، الاسلام بيامرنا بالتوازن بين النفس والروح، فالرياضة عامل مهم جدا ومؤثر جدا في حياة الإنسان المسلم السوي السليم. كلمنا عن برنامج حضرتك وإيه اللي ناوي حضرتك تعمله في البرنامج بعد العيد إن شاء الله. في أمرين، في شقين أهمين جدا يا أستاذ إبراهيم لابد الإنسان أن ينظر عليها دايما باستمرار أيا كان في أي عمل. لابد الاحترام في المقام الأول، لازم يكون الإنسان عنده الاحترام ويكون عنده المبدأ والوعي المحترم، وما يحاول يكون بياخد رسالة تكون الرساله ديت تكون واصله لكل الناس للمصلحه، والمصلحه الفايده تكون بالخير صحيح مش الشر. لان في امرين زي ما قلت لحضرتك، بيبقوا في امر شك خير وامر شك شر، فاحنا دايما لازم ناخد الجانب الخير. فانا برنامجي دايما كان بيخص ان يعني بنوعي الناس من الاخطاء، بنوعي الشباب من الهلاك، المستثمرين والناس اللي بتاخد الرياضه لسبوبه اخرى. انا مش عايز اتطرق لامور ثانيه خالص، انا عايز اتكلم على الجانب مع حضرتك اللي حضرتك ناوي ان شاء الله تعمله بشكل جديد وبشكل جميل كده ليفيد المشاهدين باذن الله. طبعا ان شاء الله، طبعا عندنا المنتخب ماشي بشكل كويس، وعندنا الناشئين بتطوروا بشكل كبير، وعندنا الدوري المصري بفضل الله من احسن الدوريات اللي موجوده في افريقيا دلوقتي وفي الوطن العربي. فاظن ان شاء الله ناخد كارير كويس، ونبدا ننظم مع اداره القناه باذن الله، ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله في الرجاء باذن الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق كابتن محمود الحريفه مقدم برنامج صباحك رياضه. كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد على حضرتك وعلى جموع المسلمين في كل مكان.